على سفوح السلسلة الشرقية المطلة على بعلبك، أنشأت المقاومة متحفها الجهادي، واختارت شهر ذكرى انتصاراتها تاريخا لافتتاحه، وفي توقيت تكثر فيه تهديدات إسرائيل وترتفع مستويات معادلات الردع من المقاومة. المتحف بيحكي عن تاريخ تأسيس حزب الله ب82، مرورا بتحرير الجنوب التحرير الأول عام 2000، مرورا بالنصر الإلهي بال2006، إلى الحرب السورية التي بدأت ولكن إلى تداعيات على لبنان. هذا المعرض مساحته حوالي 10452 متر مربع، قلنا هو بيحكي مساحة لبنان من ناحية الجغرافيا والمساحة. هذا المعرض بيضم حوالي 70 آلية عسكرية من مدرعات وآليات ودبابات، هيدي كلها اختنمتها المقاومة الإسلامية من العدو الصهيوني الإسرائيلي ومن العدو التكفيري. هنا مدافع ودبابات إسرائيلية استهدفت الأهالي والبلدات في جنوب لبنان طويلة، وهذه ناقلات جند ورشاشات سبق أن احتلت شوارع في بيروت، وهنا آليات وأسلحة دخل بها الإرهاب التكفيري إلى جرود البقاع. هذا المتحف والشريط من الصور التي رأيتموه أمامكم يخلد عمل المقاومة، وبيأكد كمان أنه بعلبك هي كانت الانطلاقة الأولى للمقاومة. يعني لنا العزة والكرامة والشرف، بتخلينا عن جد نحب الحياة، الحياة لأنه لما بتكون بكرامة وبعزة أكيد بتحبها. هنا في هذا الجزء من المتحف بعض من سلاح الدفاع الجوي للمقاومة الذي أخذ مكانه داخل المتحف، وهذه قطع بحرية معدلة أدت دورها، وأنواع من المسيرات أصبحت في متناول الأطفال. باتجاهات متعددة صوبت المقاومة رسائلها من هذا المتحف، من حيث الزمان والمكان والمحتوى، رسائل تطمين وعرفان إلى الشعب المقاوم، ورسائل تذكير وردع إلى العدو الإسرائيلي، ورسائل جاهزية وحضور للعدو التكفيري. محمد الساحلي، بعلبك، الميادين.